لا لا فيديو. فإخواني أخواتي معي البطل الهددي مصطفى اللي غيشارك غدا ماراثون الرباط، ماراثون الرباط اللي شارك فيه السنة الماضية وكان متألق مرتبة ثانية وكان قريب من تحقيق الحد الأدنى. فتنعرف بأن الهددي هو المشجع رقم واحد للزوجة ديالو اللي هي البطلة فاطمة زهرة الكردادي. يمكن النتائج اللي وصلت لها عنده واحد الدور في هذه النتائج هذه، لأن كان المساند الرسمي ديالها والمشجع ديالها وكل شيء تيديرو. ولكن غدا الهددي غيشارك في الماراثون، ولكن فاطمة الزهراء غتكون هي المساند الرسمي ديالو. وبغيتك تكلمي لي على الهدادي في الماراثون ديال غدا ان شاء الله. فواش غات كيفاش الوضعيه؟ اش تتمني يحقق الهدادي غدا ان شاء الله؟ اولا كنشكر السي اوبا على الاستضافه. ان شاء الله بالنسبه للماراثون تاع الرباط ان شاء الله كنتمنى للزوج ديالي ان شاء الله انه يقدر يحصل على بطاقه تاهل باش نمشيو بجوج ان شاء الله الاولمبيات، لانه كيف ما شاف الجميع الحمد لله في السنه اللي دازت في بطوله العالم قدرنا اننا نحجزوا بطاقه التاهل ديالنا بجوج الحمد لله ونمشيو لبطوله العالم. وكنتمنى ليه ان شاء الله غدا يحقق بطاقه التاهل باش نمشيو ان شاء الله في واحد نفسيه تكون ان شاء الله جيده، لانه هو بالنسبه لي واحد الحافز كيعطي هديه كبير الحمد لله في السباقات اللي كنشارك فيها. الهدادي عرفتي دابا القضيه ماشي تحقق المينيما، لا حققتي المينيما فغتكون ترافق الزوجه ديالك في فرنسا في الالعاب الاولمبيه وهذا حادث كبير. ماشي المينيما، مينيما عاديه، ولكن باش تكون حاضر معها وفي انطلاقه ديال الماراثون في العاب اولمبيه كي دايره الاستعدادات ديالك وكي دايره النفسيه ديالك، لان ماشي البريباراسيون فيزيك هي اللي مهمه، فحتى البريباراسيون بسيكولوجيك كيفاش الانسان تيدخل للتظاهره كي دايره الامور ديالك غدا ان شاء الله. الحمد لله كان التدريب ديالنا في مدينه افران انا ولا الزوجه ديالي، الحمد لله كنا واخدين راحتنا الحمد لله مع المنتخب الوطني في اكاديميه محمد السادس على القوى. جدنا ظروف الحمد لله هي كانت شويه صعيبه في رمضان، ولكن هذا الشيء هذا ما كيمنعناش اننا تكون ان شاء الله ان شاء الله من وراء رمضان ان شاء الله تكون شيء النتيجه اللي هي تكون ان شاء الله مزيانه. الحمد لله السنه الفائته تحت لي في المرتبه الثانيه حتى الامطار الاخيره. هذه السنه هذه ان شاء الله نتمنى تكون نفس النتيجه ان شاء الله، علاش لا المراتب الاولى الثلاثه الاولى. وان شاء الله انا عازم انني ان شاء الله اولا نكون في منصه التتويج، وثانيا انني رافق ان شاء الله فاطمه الزهراء للاولمبيات باش ان شاء الله نكونوا كما وجدنا في بودابست نكونوا ان شاء الله نوجدوا ان شاء الله في ظروف اللي هي جيده ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا فاطمه الزهراء، فالسؤال ديالي هو انه الا قلت لك بانه هذه السنه جاء الماراثون اسبوع بعد رمضان، ولا قلت لك السنه المقبله وكنتي تتبرمجي انت الماراثون الرباط بعد رمضان شحال من اسبوع ديريه؟ على الاقل ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع ممتاز، لانه رمضان تتكون شويه العياء في رمضان في اخر رمضان، وماراثون غيجي اسبوع بعد رمضان، فالاعدائين خصهم يتاقلموا مع عاوتاني مع الفطار تيخصوا ثلاث اسابيع. فهذا هذه شيء اللي مهم، وتنتمنى من اللجنه المنظمه على انه البرمجه الماراثون العام الجاي تكون ثلاث اسابيع بعد رمضان. قول لي التشجيع ديالك غدا واش عبر اسره العاب القوى، عبر التلفاز، في المطاف، اي ماذا كيف يكون التشجيع والتحميز ديالك؟ كنتمنى نمشي للمطاف لحقاش في مراكش بقى فيا الحال ما مشيتش للمطاف، كان الماراثون تاع مراكش وما مشيتش للمطاف، رغم ان عندي دعوه باش انني نكون في المنصه، ولكن ان شاء الله غنحاول انني نشجع على الاقل في الدوره الاولى وان شاء الله باش لانه الدوره الاولى غيمر من حدا مكان الانطلاقه، غيمر من تماك الدوره الثانيه فين كاين الماراثون ماشي في الدوره الاولى، الدوره الثانيه تماك تيبدا الماراثون، تماك تيبداو الابطال يبانوا حقيقيا. كيف شاف الجميع في السنه الفارطه، فانايا راه كنت في الدوره اللي سبقت كنت في نصف الماراثون الاول، كنت متاخره تقريبا بشي دقيقتين على 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 الكوكبه الاولى، ولكن سيري المطار الثاني اللي قدرت انا. انت وجوج ديالك كنتوا نفس الخطه، كنتوا متخبيين في الدوره الاولى، الدورة الثانية عدد العمل ديالكم، وهذا هو الماراثونية تيدم 30 كيلومتر الفوق هاتي بالماراثونية، أما 5 كيلومتر الأولى ما خداماش، لأن الإنسان تيخرج تيتحمل المسؤولية وتيكل العصا. فنتمنى لكم التوفيق. قلت من هذا المنبر ديالك بعد واحد الكلمة، كنوجه واحد الكلمة لواحد الشخص اللي عنده الفضل الكبير ديالو في هذه النتائج كاملة اللي درت الحمد لله، اللي هو السي مصطفى الموساوي، كنوجه ليه التحية من هنا، وكنتمنى ليه إن شاء الله يحضر معنا غدا؟ لا ما غاديش، لا ما غاديش يجي، ولكن غيحضر معنا بالقلب ديالو بالدعوات ديالو ان شاء الله. وشكرا لك. شكرا سي الهدادي، نتمنى لك التوفيق والنجاح، ونتمنى لك المينيما وتكون مع الزوجه ديالك باش تدعمها. راه ممكن، شوف
راه جاب كما جابت لنا مغربيه ميداليه، ممكن مغربي يجيب لنا ميداليه لان حلوا البيبان دابا. فاطمه الزهراء هي راه عرفات في ابو ظبي الانطريمان اللي قمنا بها انا وياها، واخطاء اللي ارتكبوها شويه واحد السيمانه هي اللي شويه اثرت عليا فيزيكمون، اللي خيفطتني لبودابيست شويه كما كنقولوا، مشات واحد شويه الطراوه اللي خلاتني انني نعاني حتى كملت السباق. الحمد لله كنتمنى ان هاد الاخطاء نداركم ان شاء الله الى تاهلت ان شاء الله الاولمبيات، وعلاش لا ان شاء الله. كل واحد كيشوف، انا عشت ان الميداي اي واحد حق، اي واحد عنده الحق يطمح ليها. انا كنتمنى انني انا نكون في منصه التتويج ان شاء الله. واحد لواحد الكلمه، كيف ما العام اللي فات ان شاء الله جينا عندك ووعدناك هذه السنه كنوعدك ان شاء الله انها غتكون مفاجاه في الاولمبياد، ولما لا تكون جوج ميداليات في التخصص ان شاء الله، وغيكون فرحه لانه كنا تنجيب ميداليه وحده لوسط سوفيا البقالي، بيدابيس جبنا جوج ذهبيه ونحاسيه، لما لا فرنسا نجيبوا ثلاثه، كلشي ممكن. الله يعاونكم. وعدتك من مور ماراطون تاع الرباط كنوعدك او ثاني ان شاء الله غادي يكون جوج ميداليات ثلاثه ان شاء الله هذه السنه. شكرا لك وتبارك الله عليكم. الله يعاونكم. الله يعاونكم.